تعالوا سوا بناخذ هذا الجاكيت مجانا، وكمان بناخذ هذه النظاره مجانا من ماب واحد. قبل ان ننتقل للماب نكتب صلاه على الحبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنفس الوقت يا حبيبين دعمونا بلايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مش مشتركين في القناه، ويلا سوا على الماب. جايز هذا هو الماب، ورابط الماب بتلاقوه بصندوق الوصف. جايز اول ما يفتح معكم الماب تتوجه مباشره هذه الشخصيه، بتكبسوا عليها كبسه مطوله، بعدها بتكبسوا على نيكس نيكس، بعدها بتكبسوا على هذا الشيء، بعدها حبايب بتصير تبحثوا عن شيء شبه الماسة او الكره مثل ما بتشوفوا هيدا، لازم تجمع منها ثلاث كرات. طبعا حبايب في هذا المكان بتلاقوا ثلاث كرات، اوكي؟ هيك يا اصدقاء انتم بتاخذوا النظاره مجانا مثل ما بتشوفوا هذه الثانيه، وباقي وحده تعب. جايز مش تجمعوا كثير كرات ولا تعبوا في البحث، فقط ثلاث كرات وبتحصلوا على النظاره والشاكيت كمان. الجاكيت والنظارة مجانا مثل ما بتشوفوا جايز. هلا انا جمعت ثلاثة، بعدها بنبحث عن الشخصية هذه، كمان بنكبس عليها كبسة مطولة، اوكي؟ بعدها بتكبسون على نيكست نيكست، وبعدها حبايب بتبحثوا على الشخصية الأخيرة، طبعا موجودة في هذا المكان جنب هذا المرقص، اوكي جايز؟ هذه الشخصية مش مهمة، مش تكبسوا عليها، مش مهمة جايز، أنا هيك كبست عليها للاحتياط، اوكي حبايب؟ لكن بتروحوا على هذا المرقص، بتلاقوا هذه الشخصية جنب هذا المرقص، بتكبسوا عليها، وهيك يا أصدقاء بتكبسوا على نيكست، بعدها مثل ما بتشوفون حصلتوا على النظارة المجانية. هيك يا اصدقاء انكم تاخذوا النظارة المجانية. اما بالنسبة للجاكيت كيف تاخذوه مجانا؟ كمان يا اصدقاء بتجوا بتبحثوا عن ثلاث كرات، اوكي؟ لازم يا حبايبي بتبحثوا عن ثلاث كرات، بتجمعوا ثلاث كرات مثل ما بتشوفوا، هذه كرة. بعدها جايز بتصير تبحثوا عن الكرات الاثنين مشان ناخذ الجاكيت مجانا، مثل ما بتشوفوا هذه ثاني كرة، بنفس الخطوات اللي اخذنا فيهم النظارة، لكن هالمرة الخطوة الأخيرة شوي بتكون تختلف مشان بناخذ الجاكيت مجانا. مش تتعبون، مش تبحثون كثير عن كرات، مش بتصيروا بتبحثوا الأشياء وما بيطلع لكم الملابس، حابب بهذه الخطوات بتاخذون الجاكيت وكمان النظارة. وهذه ثالث كرة جايز بناخذها وبنشوف الخطوة الأخيرة مشان بنحصل على الجاكيت. طبعا جايز بتوقفوا هون، بتكبسوا كبسة مطولة، بعدها بتكبسوا على علامة الزائد اللي صايرة فوق التيشيرت، بعدها جايز بتكبسوا على آخر وحدة مثل ما بتشوفون آخر وحدة، بعدها بتكبسوا على علامة الصح، وهون يا أصدقاء جنب الاسم تبعكم بتكبسوا على علامة الزائد وبتختاروا هذا التيشيرت، أوكي؟ ضروري بتختاروا هذا اللون هذا التيشيرت، بعدها جايز بتنتظروا شوي بتكبسوا كمان على علامة الصح هذه، وبعدها جايز بتكبسوا على علامة الإكس الفوق، وبهيك يا أصدقاء نحن أخذنا الجاكيت مجانا مثل ما بتشوفوا هلا صار معنا الجاكيت. وبس هيك يا حلوين، هلا بنخرج من الماب وبنروح على المخزون تبعنا وبنشوف الجاكيت أصبح معنا في المخزون أو لا. شكله يا حبايبي حصلنا على الجاكيت، هذا هو الجاكيت جايز مثل ما بتشوفوا، هذا هو الجاكيت. ولينا يا حلوين وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى استفدت من المقطع. طبعا يا حبايبي هذه النظارة كمان نحصل عليها. كانت معكم نوبة في أوان الله ومع السلامة.